في خان يونس هي تماما كما يسردها الزميل محمد في غزة، الصورة واحدة، صورة القصف والدمار وصور الضحايا والشهداء. ارتفع عدد الشهداء في محافظة خان يونس منذ ساعات الصباح الأولى إلى أكثر من 13 شهيدا بعد سلسلة الغارات التي استهدفت عدة منازل في مدينة خان يونس في وسط خان يونس على وجه التحديد وفي المنطقة الشرقية، حيث تم تدمير عدد من المنازل. هناك 6 شهداء من عائلة أبو دقة في الغارة الإسرائيلية التي دمرت أحد المنازل وألحقت دمار كبير في منزلين آخرين، ويعني تدمير كبير في هذين المنزلين الإضافيين، مما رفع أعداد الشهداء إلى 6 شهداء، فيما لا يزال عدد من المفقودين تحت أنقاض المنزل. نتحدث عن هذا الاستهداف أدى أيضا إلى إصابة نحو 30 مواطنا آخرين، من بينهم يعني إصابات حرجة. قبل ذلك كان هناك قصف لمنطقة وسط خان يونس وهناك 4 شهداء عندما أغارت الطائرات الحربية على منزل لعائلة الأغا، يوجد 4 شهداء ونحو 11 إصابة. أيضا جزء من هؤلاء المواطنين سكان المنزل لا زالوا تحت أنقاض المنزل، تعمل الفرق الطبية على يعني إخراجهم بصورة كبيرة من بصورة على وجه السرعة من تحت الأنقاض. في رفح الصورة أيضا مماثلة نحو 15 شهيدا منذ ساعات في الساعات الأخيرة، حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف سلسلة من منازل المواطنين عائلة الطهراوي وأبو جزر وغيرها من العائلات. هذا القصف أدى إلى يعني السقوط نحو 15 شهيدا جراء الاستهدافات المتكررة، بالإضافة إلى استهدافات بالمدفعية الإسرائيلية التي لم تتوقف حتى هذه اللحظة على طول حدود الشرقية لرفح وخان يونس، واستهدافات أخرى غرب مدينة رفح. خان يونس أيضا شهدت العشرات من الغارات الإسرائيلية على منازل المواطنين وعلى أراضي زراعية، كما تواصل المدفعية الإسرائيلية استهدافاتها في المنطقة الشرقية. المنطقة الوسطى من خان يونس النصيرات أيضا شهدت عملية قصف كبيرة وعنيفة، منزل لعائلة اللوح، أيضا منزل لعائلة الشافعي، منزل لعائلة الطلاع، وحديث عن وجود عدد كبير من الشهداء والجرحى في هذه الاستهدافات التي شهدتها المنطقة الوسطى من تحديدا مخيم النصيرات والبريج، وجميع المصابين والجرحى وصلوا إلى مستشفى أبو يوسف النجار لتلقي العلاج. أوضاع صعبة، القصف لم يتوقف، يتنقل بين محافظة وأخرى، بين مخيم وآخر، بين شارع وآخر. الاستهدافات جميعها يعني 90% من هذه الاستهدافات هي لمنازل مواطنين. هذا الأمر يعني أدى إلى إلى سقوط 324 مواطنا من بينهم 126 طفل و88 سيدة خلال 24 ساعة الماضية. هذا غير عدد الشهداء الذين سقطوا خلال الساعة الأخيرة، والتي سيؤدي أيضا إلى ارتفاع أعداد الشهداء بصورة كبيرة، والذي وصل إلى يعني أكثر من 2215 مواطنا من بينهم 724 طفلا و458 سيدة خلال العدوان منذ بداية العدوان وحتى هذه اللحظة. هذه الأعداد الكبيرة من الأطفال والنساء يدلل بشكل واضح على أن كل الاستهدافات، معظم الاستهدافات هي لمنازل المواطنين وللبنايات السكنية في شمال غزة، في شمال غرب غزة، في الشجاعية، في جباليا، في الفلوجة، وفي كافة محافظات قطاع غزة، رفع، خان يونس، جباليا، حي الزيتون، النصيرات، المغازي، الزوايدة، دير البلح. هذه المناطق التي تشهد مجازر مروعة وبشعة لحتى هذه اللحظة.